اجازه من كوريا، خدي اجازه من الحاره، من حياتك كلها لمده شهر واحد بس، كانك بتصيفي. وبعدها لما تبصي في المرايه وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف، مش انتوا ثلاث رجاله بشنامه؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى فوقعت امه معايا سود عشان خاطر النبي. انا لو ما اشتغلتش بنتي مش هتروح المدرسه. ما قلنا لك مفيش شغل، ما تصدعناش. هو احنا فاتحين خدمه اجتماعيه؟ يا اخويا الهي لا يذلك ولا يسيئك ابدا. يا ولية شوفي شكلك عامل ازاي، ده انت مش قادره تتكلمي اصلا وعايزه تتنسي وتمسحي وتشتغلي. صدقني انا هقدر، لو ما قدرتش يبقى ماشيني. ينعل ابو زنك يا شيخه، مفيش شغل. البقرة بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابسة المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربية بتاعته ويوقفها عند سور الفرندة بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انت هتسيبوني مع الغرابة دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا ولية. بقولك ايه، انا دماغي متكلفة مش عاوزة الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصة مرسل. يا ولية احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقول لك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جايه لجولي مش ليك يا اساتذه. جولي مين يا الدلعادي؟ الله مين يا ياما؟ ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. خليهم يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين، ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيوني الخصوصي بتاعي اتفرج عليه، وسايبها لكم مخدره. مخدره. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب. يلا يا اما خش جوه يا اما. بتضربني خلاص يا اما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه ووعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مخ صايدة. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسوا اسم ميرق كده، تحسوا بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه تفط زي الفطيطه دي. ويا موقفاك بقى الفه على الفصل خال ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده اروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدني معاكوا. اقعدي 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 يا بنت، استرجلي اكتر من كده. خال يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سلطان. بصي هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه تمرين يعني رياضه، وبعدين عندك ساعه انجلش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات. 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 الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليك، فاضل نص ساعه. النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بيتها أما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو يقف جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يو اتفضلي. اجي اللي هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظه اساسا. نجيب من الاخر، تحب تقول انت ولا اسالك؟ اسالني على ايه يا ابني؟ يبقى انت عايز تتسال. ماشي، كلمني شويه عن هيدا ابو طالب، ولا نقول جمالات حسناء بطن البقره. وقول لي بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاثنين؟ من غير ما تتذاكى، انا ما كنتش اعرف ان جمالات هي هيدا ابو طالب، والا ما كنتش اقدر ارسمها قدامك. أول ما عرفت إنها هايدي كانت هربت أصلا. سبحان الله،
عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان تبقى شبه. ولا الخمسين مليون حلوين والمزه حلوه والشيطان امور ياسر. انا اول ما عرفت انها هايدا اجبرتها انها تسلم نفسها وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا جدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي تتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده، تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط موسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهوم يا ست القبل. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبر المخ. مش عايز منديل يا ابني، الاقي يسترك. مناديل، منديل يا ابني لا يستر. مناديل يا ابني. لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البرص، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كأني محصورة. ومين قالك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنت يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، أدبيه وأخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والأخ سيد بقى إن شاء الله اشتغل إيه؟ ابني سوكا حرص وصينه بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد أمك محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. إن شاء الله. مطرب بس انا ما اعرفوش وما شفتوش غير المره اياها بتاعت الفرح.
ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، واحنا اهو جايين من الباب اهو حضرتك. لا مش هو. الله، هو انت ما سمعتش الغنوه بتاعته اللي مكسره الدنيا وماشيه التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيه لو حتى احسن يفتكرنا بنميت عليه. يلا يا ولد. لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم. اصل اختي الانسه هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربيه مشروع كبده وسجق. ايوه قصده على عربيه كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبالك ايه وهبابك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له إيه؟ مع ان هي صفرة بس هو ما بيبقاش عارف يا عين. انت عارف الخمره ده تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده، هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حجه. الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا. السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكمل الاول. ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه بالراحه. لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا ادفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيله، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله
والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهره كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو يعمر بيتك اهو. شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. اهو الشيك. اديله.